اللي اتطرحت عليه. سي حميد مرحبا بك. سلام. مرحبا بك معنا اليوم وشرفتينا بالحضور ديالك. الله يبارك فيك. الجديد ديال حميد بوشناق؟ الجديد هو ألبوم سميته حميد، كيحتوي على 10 الأغاني. صحيح نقطعك حميد، علاش حميد؟ شنو السر زعما؟ علاش ما سميتيش سعيد ولا خالد؟ كنت نسميك حميد، ما كنتش نسمي حاسس نسمي واحد اخر. واش هو يعني احاله على لا لا حميد وهي القرب بين الناس، لا بروكسيميتي. القرب واش الحب؟ لا لا القرب، قرب. القرب. لا القرب. لا 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 قول لي واش القرب من الحوت؟ لا لا القرب. انا قلت لك باللغه العربيه. لقيت نظرة على الالبوم ديالك وثارتني واحد الاغنيه اللي هي تيكشبيله. يعني تيكشبيله تيولي ولا مقتلوني محياوني ذاك الكاس، الكاس اللي عطاوني الحرامي كيموتشي جات خبارو في الكوتشي. صافي انت مغربي وانا مغربي. تيكشبيله فيها يعني واحد كيما نقولوا واحد واحد لالي روتور. نعم. فير ان بيي كي سابيل تو سامبلومون لانفونس. فين كاين هذا؟ واحد البيي، واحد البيي فين؟ فين في الخريطه؟ حدا باريس؟ لا ما 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 نقدرش نقول لك فين، في لو موند اونتي. دونك تيكشبيله فيها تيك شويله، فيها اجردة مالحه وفيها بيضه بيضه لاله. ندير هاك بالراب يا رب العالمين طلعت فوق الزيتونه قالت يا ربي عمر الحجري بط مربو عمر الناقيه والساقيه والسي احمد الداليه. كاين الكاس حلو مع ماما. الكاس حلو شكون؟ مع ماما، مع الحجه حمداويه. كاين الكاس حلو ماما، انا نغلها ماما. ماشي بصح. لا لا انا نغالها ماما. كيسحب لي وجهي. لا لا درتي واحد ديو مع شابه لطيفه. شابه ماريا. شو ديزولي على الليغه. ماشي شابه لطيفه. شابه ماريا. شابه ماريا باش تعرفني راه ماشي. معليش النهايه. يعني درتي ديو مع الشابه ماريا، ممكن تذكرنا بها شويه؟ عمري لو كان بيديا بروحي انا نفديك كان يبغي والديا، انا عمري ما داديا وعمري. وهي كتجي كتقول كتقول هادشي اللي قلت. وانت لا وانت شنو كتقول؟ انا كنقول بزاف الحوايج. شنو هي الحاجه اللي ماركاتك؟ شنو هي الحاجه اللي ماركاتني؟ فاش شي فوطو زعما ماركات؟ لا زعما ماركاتني هكا. اللي ماركاتني في صغري دابا الحاجه اللي ماركاتني في صغري وهي النهار اللي غنيت في السينما. انا غنيت في الشهر ديال رمضان كله، هذاك الشهر ديال رمضان. لا لا 30 يوم. 30 يوم ما تكتيش. كنا داير مع الاخوان، انا كانت عندي 5 سنين. لا واش تخيلتي معايا؟ 30 يوم. ما سكتيش. كانت عندي 6 سنين ولا 7 سنين. لا 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 معك بصح. او ليل نهار مور المغرب سيت المغرب كتبدا تغني لا 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 وتتونسيني معاك. حنا كنا نجيبو السحار مين نجيبو هاكا نجيبو اون شونطون نشطو مع الناس. كل خطرة يعني الضيف ديالنا كنحاولوا نقولوا ليه انه بعض الفنانة بعض الشخصيات وكيحاول يقول لنا عليهم تعليق صغير. يعني مثلا إلا قلت لك توريا جبران عزيزة عليا بزاف هذيك المرة. عبد الهادي بالخياط عملاق أغنية المغربية. بان كيمون. ها؟ بان كيمون. بان كيمون. ويلي ويلي ما عرفتيش بان كيمون؟ لا ما عرفتوش. سي ان شونتور فرونسي. الله يعاونو. حميد بوشناق. حميد بوشناق. تعطلتي. شنو تعطلتي؟ خصنا نخرج من ياك ما كتعرفوش. خصنا نخرج باش نشوف هذاك حميد بوشناق راه داير. إلا قلت لك مثلا شابة زينة. متعلقة. زيد طول شوية ماشي. اسمع نقول لك مغنية متعلقة ما نقدرش نقول أكثر. جدا. جدا داير في هذا الميدان عمرو ولا نقولوا جدا. انا وكان غادي نقول انا في عمرو ولا نقولوا جدا. ما نقولوش. عرفتي كتهضر معايا كتجيب لي الله بحال كتغني ياك حتى في الهضره ديالك. دونك الكلام ديالك موزون. دابا الا جينا للحلو هذه اللي قلتي عمرو ولا يقول لك جدا. واه
سيكيما الجمهور المغربي بمناسبة الشهر ديال رمضان ان شاء الله. شنو ممكن تقول لهم باش تبارك اليوم عندنا؟ مبروك ان شاء الله شهر رمضان، والله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة لكل المغاربة وكل المسلمين ان شاء الله.